معلش انا بتكلم الاول. استنى اخر حوار حورتيه على مامتي في ايه؟ في ايه يعني؟ في عيد الام مثلا؟ لا لا عموما حورتي عليها في ايه اخر حوار؟ يعني حورتي يعني قلت لها ان انت رايحه حته ثانيه حورتي عليها. ايوه قلت لها راح عندي واحده صاحبتي. بس استني بالله عليك تحط لها رز وحاجات يعني. ماشي ظبطني كده بالراحه كده. ايوه عشان افضل اضحك. اتحكي براحتك هاتيني براحتك انا كمان. اول مره تسوح كده. يلا مش مطمنه لك يا عم. يلا عمرك حورتي قبل كده؟ مش على طول يعني مره او اتنين. الحوارات من كتر ما هي كتير انا مش عارفه بقى اخر حوار ايه فيعني مش فاكره. نزلت وهي ما كانتش عارفه ان انا نزلت. وبعدين ما اتقفشت في الاخر عرفت بقى ما اتخانقنا وبعد كده الحوار اتحل الحمد لله. نصبت عليها في ايه بقى؟ قلت لها عايز اجيب عربيه وخدت الفلوس عملت بيها مشروع اتجوزت. اكتشفت ده؟ لا طبعا لسه هتكتشف قدام شويه مع الايام يعني هتكتشف. لما قالت لي فين الشبشب وقلت لها هو فوق السطح وانا كنت رميه في الزباله. ايه الحوار ده؟ ما هو مش هو هو ده اخر حوار حورت عليها صراحه. اكتشفت ده؟ لا يعني ما عرفتش لحد دلوقتي. هي فاكره ان هو فعلا فوق السطح. طب ايه السبب اللي خليكي تعملي فيها كده؟ عشان كانت منرفزاني مش كانت راضيه تخليني اطلع مع اصحابي. تقومي راميه لها الشبشب؟ ايوه ودي اكتر حاجه بتعصبها. لا عايش والله. قلت لها راح عند خالتي وبعد كده رحت عند واحده صاحبتي. وخالتك مش قالت لها؟ لا يعني وهي صعبه. طب مامتك عرفت بعدها؟ لا ما عرفتش. اه حورت كتير كتير قوي كمان. ايه اخر حوار عملته؟ اخر حوار ان هم مثلا في البيت عندي يقولوا لي معاك فلوس اقول لهم لا مش معايا مع اني بيبقى معايا. الحوار ده متالف انا حاسه بكده. والله فعلا حرفيا دي حاجه كده. بس ده كده انت مش بتحاور انت كده بخيل. لا مش بخيل يعني ساعات بيبقوا عايزين مني فلوس انا اقول لهم لا. يبقى ده بخل. ما عارفين يعني بخيل. بس يا احمد كان على احمد اخويا اقول له ان انا تعبانه جدا ومش قادره انزل فهو ينزل بدالي. وطبعا هو ما بيصدقنيش يعني. اكتشف ده يعني؟ اكيد على طول يقول لي انت اكيد مش تعبانه وعايزه تنزلي مش عايزه تنزلي. طب ده اخوكي في حد تاني حورت عليه؟ لا هم الاسره كلهم ما شاء الله دايره عليهم واحد واحد. هم اللي موجودين هم اللي بتسلى عليهم. ما حورتيش على اصحابك قبل كده؟ لا اكتر هم اخواتي هم اصحابي فهم اللي ماسكين كل حاجه في الحاجات دي. طبعا بتعملوا مع بعض بقى حاجات البنات دي بتاعت الاخوات بقى وانا قوم انت اغسلي وبتاع كل حاجه الحاجات دي بنعملها كلنا. مش قادره انت لازم تقومي تعملي انت ما بتعمليش حاجه فنفضل بقى كده على طول. انا عايشه عشان احور عليها مفيش اي مشكله. يعني ايه اخر حوار بالتحديد يعني؟ لما قلت لها جبت حاجات وقلت لها انها جايلي هديه وانا اللي كنت جايباها يعني فعادي اتنفخت يعني. كنت جايباها لنفسك يعني؟ اه. طب هي اكتشفت ده ازاي؟ اخر الشهر بقى المرتب. طب ايه كان ردها فعلها على الموضوع ده؟ حدفتني بزازه في وشي عادي خالص. ما اعتقدش ان انا حورت عليها يعني خالص. راجل طيب يعني؟ يعني انا من شغلي وبس يعني. اما اي حوارات مش ليا فيها يعني. ولا مامتك ولا اصحابك؟ لا لا طور قوي صريحه قوي انت. عادي. اخر حوار بالتحديد؟ بصي يعني انا قلت لها ان انا نازله مع صاحبتي وكده ورحنا مشوار وطلع بقى حصل حوار كده وقفنا وقعدنا في كمين وكده ومسكتي بس احنا كنا معرفينها ان احنا رايحين مشوار نجيب لها اكسسوارات وكده بس رحنا مشوار تاني. رحتي الاسم مشوار برضه؟ ايوه رحنا الاسم. طيب وهي اكتشفت ده طبعا عملت فيكي ايه بقى؟ لا لسه مش اكتشفت. هتعرف منين يعني؟ هي مش عرفت ده؟ مش عرفت. طيب ايه الحوار اللي قبل الاخير بقى؟ لا لا ده مش فاكراه. مش فاكراه اللي قبله عادي. انا بقول لك مش فاكره اللي قبله. هتقولي لي افتكر اللي قبل اللي قبله يعني؟ حوار كده لا 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 لا. صورناه على مامتنا حورناه طبعا. هي امنا طبعا ست ام الدنيا وطبعا كل حاجه حلوه في حياتنا وربنا يخليها لنا. وطبعا دي طبعا الابن من غير والد ووالده طبعا بتبقى الحياه ما لهاش ظهر يعني.
وهم ظهرنا ودنيتنا وربنا بيكرمنا وبيرزقنا عشان خاطرهم. يعني ما حورتش قبل كده؟ والله هو طبعا هي اي حاجة برضو بنطلب منها كل حاجة، بنعوز منها كل حاجة، وهي بتدينا كل حاجة طبعا في الدنيا. انا فندم اخر حوار انا كان معنا واخد بكالوريوس خدمة اجتماعية، اخر حوار حورته كان في تالتة خدمة اجتماعية، نصبت عليها مثلا في 1000 جنيه، قلت لها عايز ادفع مصاريف الشتات وحاجات، وخدت الفلوس صرفتها جبت لبس وكوتشيات. اخر حوار متأكد؟ اه طبعا. هي اكتشفت ده؟ لا لا، ما انا قال لها بقى جبت الشتات من صحابه وورته لها. هي لحد دلوقتي ما اكتشفتش؟ طبعا. عايز اقول لك انها تكتشف دلوقتي. ما والله عصيته صورة طبعا. ها هي مسامحاني عموما، ربنا يخليها ليا وطبعا الجنة تحت ارجل امها. طب هما لما بيكتشفوا ان انت بتحوري عليهم بيعملوا فيكي ايه؟ احنا بنقعد نضحك، ما بنعملش حاجه غير ان احنا بنقعد نضحك اصلا. يعني ضحك مش ضرب؟ لا ضحك وضرب وكل الحاجات الحلوه. عندي احمد اخويا ده هو اللي بيعلمني رياضه، يعني بيعمل لي فيتنس في البيت، بس ما شاء الله كل مهاره عليها ضربه، يعني كل مهاره بضربه. انت على كده بيتي فيتنس انا فاشله اصلا. هيقولي كلمه لماما بقى. ثواني قولي كلمة لماما بقى. استنى ما دي، استنى ما يعدي، استنى ما استني يا استاذ تشيل ده. هي اغلى حاجة في حياتي، وعايزة اقول انا بحبها وربنا ما يحرمني منها. احب اقول لها ان والله انا بحبك جدا، بس هو انت بتعصبيني بحوار ان انت مش بتخليني اخرج دوت، بس يلا تتعود على ما هجيب لك الشبشب، يعني هو مش ده. احب اقول لها ان هي ربنا يخليها لي ومش هنحرم منها ابدا، وهي حياتي كلها طبعا. والله هي احسن حاجه ليا في الدنيا دي كلها. تحبي توجه لهم كلمه؟ انا بحبهم جدا جدا جدا، ويا رب دايما نكون مع بعض وسند لبعض. اقول لها ربنا يخليكي لينا ويحميكي وبتمنى ان بطل حوارات عليها وكده، يعني اصل ده عيب وحرام برضه في نفس الوقت. ان شاء الله هتسامحك. ان شاء الله.